بالنسبه لهاد الغلا اللي كاين هاد الايامات راه ماشي من عندنا حنايا، راه من الكوريا. تشكو كان الدجاج هذوك الايامات طيح شويه في الثمن، داك الاسعار اللي كانت طايحه في الاول هو اللي خلات فيه دابا هاد الغلا. هو الناس مالي الكسابه ديالو راه كلاو العصا في الاول، دابا يلاه غادي يوجد ان شاء الله من واحد 15 يوم ان شاء الله غادي يبدا يوجد، راه بدا كيرجع الثمن ديالو. بالنسبه لدوك الايامات كان ب 21 درهم 20 درهم، بالنسبه لهاد السيمانات هادو كيدير 16 درهم 17 درهم. هاد الايامات بعدا وجد. وبالنسبه للبلدي راه موجود كيدير 50 درهم 55 53 درهم. الكوكلي كيدير 12 درهم. بالنسبه للكروازي في الروج كيدير ما بين 27 حتى 25. هادشي اللي كاين. الدجاجه الكروازيه كتباع ما بين 25 درهم للبياسه، وما بين المقطع والدجاج مذبوح كيتباع ما بين 30 درهم حتى 33 درهم. بالنسبه للكليان كيجيهم الثمن غالي ضروري، كيقول لك الثمن غالي كيدي القياس ديالو. وبالنسبه كيكون عاوتاني طايح عوض ما كي اللي كيدي واحد ولا جوج كيدي ثلاثه اربعه. دابا راه كيدي القياس ديالو، كيدي واحد وكيقضي به الغرض. وبالنسبه للمناسبات راه ما بقاش المناسبات، ما كاينينش. بالنسبه للقاعه ديال الله تلقوا هاد الايام تلقوا فيهم واحد النسبه ماشي بزاف، وحنا غاديين مع الوقت الحمد لله. المهم الثمن راه غالي على كلشي، ماشي حتى حنا راه غالي علينا، حتى حنا غادي نتقداو، ماشي غير الكليان. الجراب بدا كينزل شويه مع هاد الايامات، كان غالي الدجاج، ودابا كيبان لي راه مهم في المتناول. البلدي تبارك الله رانا طايح كاع في الثمن 55 درهم، راه كان شي ايامات 60 درهم 65. الرومي حتى هو نزل شويه على 20 درهم من دابا 17 درهم، راه المهم نزل الكروازي نزل. المهم الناس يجيو يتقداو الدجاج والله يسهل الامور، كلشي موجود. والله الله يدير شي تاويل الخير في هذه الكورونا هذه، تحيد علينا وتزيد الوقت ان شاء الله الرحمن الرحيم. بل الناس دابا موالفين كي الا كان الدجاج رخيص كيديو ثلاث بياسات اربع بياسات ثلاث بياسات، واني دابا مني كان غالي 20 درهم 21 درهم بلا كيسوق لك صوب وحده ولا جوج ولا دابا الحمد لله كاين بعدا كاين شويه ديال الاقبال، شويه الناس بداو كيتشجعوا شويه. والله يصوب الله يصوب كما كتلاحظوا هذا الهيبي، وهذا الهيبي راه ماركه مزيانه، خص الناس اللي ما عمرو جربوا خص يجربوا، راه بحالو بحال البلدي ما يفرقش بينه وبين البلدي. هذا هاد الايامات داير 45 درهم فاش كيدور، هذا البلدي من 55 حتى 60 درهم. هذا كيجي من سبت كزوله، وكيجي كاع من فاس، وكاين شي وحدين كيجيبوه حتى من خنيفره. وهاد القنيه هادي هي كتجي من كيما قلنا لي سبت كزوله وفاس وخنيفره. وكاين عندنا الكنار وهادشي هادشي اللي عطا الله، والرومي وداكشي الرومي راه معروف، هادشي هادشي اللي عطا الله والله يسهل الامور. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.